في خضم هذا العرس الوطني لم يغب دور المرأة البحرينية عن المشاركة في العملية الانتخابية، إذ شهدت صناديق الاقتراع حضور واسع من النساء التي حضرن للتصويت مع باقي المواطنين جنبا إلى جنب، مؤكدة المرأة على أهمية حضورها. هذا الحرص من قبل المرأة يؤكد على أنها تمثل حجر الأساس في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. المتتبع للمسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين يجد أن للمرأة دور مهم وحيوي في كافة المجالات، وأنها جزء متأصل في كل تنمية تشهدها المملكة. لذا فإن دورها في رسم ملامح أي مرحلة للمستقبل هو دور مهم، فمشاركة المرأة في الانتخابات النيابية والبلدية سواء كمترشحة أو ناخبة تمثل حجر أساس في المسيرة الديمقراطية، بل وحرصها على هذه المشاركة يؤكد ما وصلت إليه المرأة البحرينية من وعي بحقها في الانتخاب والترشح، وهذا ما كفله الدستور. لأن اليوم نشارك في هذا العرس الوطني ونعطي صوتنا لأجل الوطن. إحنا لازم نصوت، لأن هذه هي الوقفة الحقيقية تثبت انك بحريني حق وحقيقة، غير كذي ما يمثلك اي شيء ثاني. وتصوت للشخص الكفؤ اللي فعلا يثبت للحكومة وللمواطن انه هو مثلنا كدائرة وكمحافظة. جدا تنظيم ممتاز ما شاء الله، كل شيء مرتب، كل شيء واضح، الحركة سريعة، ما طولنا دقيقتين واحنا مخلصين. اكتسبت النساء في البحرين حق الاقتراع وبرز دورهن في الانتخابات النيابية، وهذا ما يؤكد على ما توليه المملكة من دعم لدور المرأة في البحرين على جميع الأصعدة. واليوم وخلال هذا العرس الوطني نجد أن المرأة البحرينية حاضرة في مقر صناديق الاقتراع لانتخابات مملكة البحرين لعام 2022، مانحة صوتها للأكفأ لأجل نهضة الوطن.